السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين وبعد. فيقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. فسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. كذا فإن الله يقول: إن الله ملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الشكر بعد شكر الله تعالى موصول للإخوة والأخوات المتابعين والمتابعات، وفقهم الله لكل خير. كذا فإنه موصول لإخواننا الذين يبذلون معنا جهدا لإخراج المجلس لإخوانهم سلمهم الله. أستعين بالله للإجابة على هذه الأسئلة وما توفيقي إلا بالله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام وبركاته الشيخ مصطفى. نعم تفضل. لو سمحت الله كان عندي تساؤل. بس تفضل. كان عندي قطعة أرض كنت شاريها مخصصة للبنى، أنا هبني عليها يعني. نعم. وحصل ظروف واضطريت أن أنا أبيعها بسبب أن أنا فصلت من شغلي يعني، وأخدت فلوسها، الفلوس يعني بلغت نصاب الزكاة وشغلتها. مرت عليها سنة منذ بلوغها النصاب أم لا؟ من ساعة ما بعتها الفلوس اللي أنا بعتها تشتغل دي حال عليها الحول، عد عليها سنة كده. إذا تزكى. طيب أنا دلوقتي العائد منها يدوبك هو ده اللي أنا بعتاش منه بسبب ظروف إن أنا ما فيش شغل دلوقتي، ظروف الشغل صعبة. أخرج من الأصل. يدوبك هو. نعم. أخرج من الأصل. نعم معلش. أخرج من الأصل حتى ولو من الأصل. حتى ولو من الأصل. أيوة نعم. حتى لو ما بتشتغلش خالص. دوت اللي هو كان في الاصل الارض اللي هي معده للبيع. لا الاصل انت بعتها شيخنا الكريم. الله يغفر لك. تمام. اخرج من الاصل الله يسلمك. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. تفضل. كيف حالك يا شيخ مصطفى؟ الحمد لله بخير. ليه عند حضرتك سؤال يا شيخ مصطفى؟ تفضل. يعني ليه صديقي بيشتغل في مطعم، فبيشترطوا عليه في المطعم دوت، هو يعني صديقي ده بيوصل زي بيوصل اكل لناس يعني، فبيشترطوا عليه ان هو الاكل اللي بيوصله او اي اكل في المطعم مرتجع مثلا او محدش بيستخدمه، ان اي اكل سليم زي كده يترمى في الزباله. فاهمني يا شيخ مصطفى؟ فاهمك. يوميا مثلا بيترمى عندهم اكل في الزباله كتير، وبيشترط عليه ان هو مثلا ما يدوش لحد ولا هو مثلا ياكله او حاجه زي كده. فهو دلوقتي هل هو ياكله وده اصلا شرط باطل في العقد، ولا يلتزم بكده ياكله الله اذا كان نظيف ياكله، الله لا يحب الفساد. فده اصلا شرط ملغي في العقد يعني. والله الله لا يحب الفساد يا اخي، ونعم الله لا تهمل ولا ترمى. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام. سيدنا خطيب الجمعة طلع قال ان الواحدة لو لبست اي لبس لزوجها في البيت، يعني بنطلون زوجها مثلا ساعد ولا حاجة، ولبست بنطلون زوجها كده مشبهة برجالة. لا 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 لا. لو لبست شبشب الحمام دخلت بيه الحمام وكان رجالي متشبهة برجال وكده دخلت اللعنة. يا اخي انتوا يعني بتجيبوا الكلام ده منين بس؟ حرام عليكم تظلموا الناس يا اخي. وقال له لبست يعني لو هي ماشيه في الشارع مع زوجها وسقت وخده وخلع الجاكيت بتاعه وحطه على كتفها وتشبهها بالرجال. يا اخي التشبه يستلزم النيه، الله يكرمك، يستلزم النيه والعمل مع بعض.
ما حرام عليك تصدق خطيب جمعة قال كده لا الجنة. تصدقه لا تصدقه خطيب جاهل. السلام عليكم. لك لو سلبش تمشي بالحمام بتاع زوجها في البيت تبقى مشبهه بالرجال يعني. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخنا الفاضل كيف الحال؟ الحمد لله بخير. الله يرضى عليك. ممكن أسألك؟ ممكن تسألني. جزاك الله خير. شيخنا أنا بفضل الله وكرمه أجرينا ماء صدقة لأبي وأمي وهم أحياء. الحمد لله. الحمد لله هذا فضل من الله. فهل أخبرهم لإدخال السرور على قلبيهما والدعاء لي أو لا أخبرهم؟ أخبرهما. مع علم انه المكان الذي اجرينا فيه الماء لا يعلمه اي احد منهم يعني هم في دولة والمكان في دولة ثانية. اخبرهما. جزاك الله خير. حياك وحفظك الله يا محمد ابي اسلام عبد الرحمن حاجة بس اللي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. شكرا عن سؤال. سأل. وبالنسبة لحديث لأن منكم قول الأحلام والنوع ثم الذين يرونهم وإياكم أشهاد الأسواق. المحفوظ لدي الآن ليليني منكم الأحلام والناس ثم الذين يلونهم والزيادة الأخيرة احتاج إلى مزيد بحث لها. طب وبالنسبة عندنا شيخ في المسجد إمام الجامع كان في واحد يعني من الجماعة اللي هم مختلين عقليا يعني ما يفهموش حاجة عن أحكام الصلاة فقلت له ما ينفعش إن ده يقف وراك وذكرت له الحديث دوت فبقول لي انا بقف من جبر الخواطر بس هو ما فهمش حاجه عن الصلاه يعني ما يعرفش احكام الصلاه من جماعه يعني الطيبين يعني ما يعرفش حاجه عن الصلاه خالص دي حكم يا شيخ. خالف السنه اماموكم خالف السنه لكن الصلاه صحيحه. شكرا شيخ. اياكم بارك الله فيك يا ابو عبد الرحمن. السلام عليكم. ايوه رضا وجزاك الله خير. بارك الله فيك يا محمد المغاوري. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته أخت أميرة الزيات. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أزيك يا مولانا؟ الحمد لله. ربنا يبارك في عمرك يا رب ويديك الصحة وطولة العمر في طاعة أخرى للإسلام في طاعة الله جميعا. آمين يا رب. وهدانا الله وهداك إلى الطريق الصواب. أنا أولا مولانا عندي سؤالين. أبدأ السؤال الأول أن أنا كنت رايح أكشف في مرة فبعدين في واحدة في العيادة اللي بتقطع الكشفات وكده ففي واحدة ست جت تفك منها 100 جنيه فقالت لها ايه الست بتقول لها معيشة لدلوقتي الا 40 جنيه وخديهم ويبقى على وكمان شوية عليه خد 60 جنيه فكان في واحد قاعد قال بعد ما هي مشيت وكده قال بقول للست قال لها على فكرة يعني الحكاية دي اللي انت عملتها دي تعتبر ربا. لا 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 ليست ربا هو يظنها بيع عملة بعملة وتوصيفنا لا غير كذا توصيفنا لا دي فك كربة وفك عسرة ليست ربا. شكرا. بارك الله فيك يا محمد أبو بيه. السلام عليكم. وعليكم السلام فضيلة الشيخ. تفضل. تفضل يزيد فضلك. فضيلة الشيخ بالنسبة للي عنده مشاكل في العمود الفقري وفي مشقة إلى حد يعني مش نقول كبير يعني قريب من الحد الكبير من المشقة هل يجوز له الجمع بين السرطين عند عمود فقري؟ الان في العمود الفقري نعم يعني تسأل هل المريض تسأل هل المريض يجمع؟ لا يجمع الذي عنده عمود فقري وعنده مشقة في الوضوء حاجة يجوز له الجمع؟ ما هو احنا بنقول اولا اذا عنده مشقة سأل عمود الفقري يصلي جالسا يصلي مضطجعا الذي عنده مشقة في الوضوء يتيمم بس. شكرا. مرحبا شيخ هاني المنشاوي يا رب. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم.
السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. كيف لو إمام الإمام بيصلي بينا عادي ونسى يقرأ الفاتحة؟ أيوه. لقول النبي والنبي عليه الصلاة والسلام، هل لا صلاة الإمام لم يقرأ في صلاة جهرية أو في صلاة سرية؟ طب المصلين يتصرفوا إزاي؟ ما أنا بسألك سؤال. نسي أن يقرأ الف ها؟ صلاة جهرية. صلاة جهرية. ما في شيء ذا كذا. في صلاة جهرية والإمام نسي يقرأ الفاتحة. يذكرونه. يقول الحمد لله رب العالمين، واحد يجهر بالفاتحة خلفه حتى يسمع. الإمام بقى نسي يقرأها ودخل على 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 الصورة اللي بعد الفاتحة على طول. وبعدين عمل إيه؟ ما نبهتموه أبدا؟ عفوا؟ ما نبهتموه؟ أنتم ما نبهتموه أنه أخطأ؟ أخطأ غصب عنه. يعني ما نبهتموه طول الصلاة ولا إيه بالضبط؟ بسم حضرتك يا شيخ. يأتي بركعة، يأتي بركعة. شكرا. السلام عليكم. عليكم السلام يا شيخ. تفضل. الله يخليك. عندي استفسار. انا شغال في التشطيبات. طيب. يعني زي مكتب تشطيبات كده. ففي شركات طبعا حاسس الناس ان هم دلوقتي عايزين الشغل بالتقسيط. فعندي في شركه او مكتب بتاع تمويل قال لي ان انا اجيب الناس هو يكيش لي فلوسي كبضاعتي انا. يعني لا يجوز. أنا لا يجوز. ب 100 مثلا. لا يجوز. لا يجوز ان تساعد على الاسم والعدوان. لا يجوز ان انا اساعد على الاسم والعدوان. ايوه شكرا. السلام عليكم. نعم. السلام عليكم. عليكم السلام وبركاته. ازيك يا شيخنا؟ الحمد لله انا بخير. والله اني احبك في الله يا شيخ. حبك الله الذي احبتنا له. والله يا شيخ انا عندي سؤال كده. زوجتي انا متزوج بقالي تقريبا 16 سنه او 17 سنه. الله يعينك يا رب. زوجتي ست فاضله وكويسه ومحترمه ومحتشمه وكل حاجه كويسه، بس مشكلتها ما بتصليش يا سيدنا. ونفعتها يعني صراحه، نصحتها كتير وهددتها كتير وكلمتها كتير، كل مرة أكلمها تصلي يوم أو يومين وخلاص. فإيه الحكم الشرعي فيها وإيه؟ بقاؤك معها جائز، والأفضل ألا تبقيها معك إذا استمرت على هذا الوضع. والله يا شيخ بص، أنا عملت معها كل الحلول. خلاص انتهى الأمر. جيت في يوم من الأيام هددتها وقلت لها خلاص أنت لو ما صليتيش وانضبطتي خلاص ما تلزمي بيت أهلك ومش عايزك. أيوه. تصلي يوم يومين وثلاثة بكثير. ما والله لا أحب زوجك هذه، يعني مش عارف أنا أعمل صراحة، مش عارف أعمل معها إيه. بس هي صراحة كل الأمور يعني كل الأمور لا توازي ترك الصلاة حبيبي. كل يعني الأمور لا توازي. يعني بقائي معها جائز. بقائي معها جائز لكن تغييرها أفضل إذا استمرت على كذا. مرحبا شيخ إبراهيم الكور. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. شيخ مصطفى. نعم تفضل. بسم الله. سمعت يا شيخ عندي ثلاث أسئلة. سل. أول سؤال، الحديث إن الله جل وعلا يتنزل في الثلث الأخير من الليل ويقول هل من مستغفر فأغفر له، هل من تائب فأتوب عليه، هل معنى تنزل الله جل وعلا إن ربنا بينزل إلى السماء الدنيا؟ على الصفة التي تليق به سبحانه، يعلمها ولا نعلمها. خلاص. انا كنت اسال عن عشان سيدنا النبي لما كان في السماء السابعه في ليله الاسراء والمعراج. يا اخي يا اخي. نعم. نزول يعلمه الله. تمام. ثاني سؤال، كيف اوفق بين حسن الظن بالله ورحمته وبين الخوف من عذابه وشده عقابه؟ هو لازم يكون الاثنين متواجدين. أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه. هذه حالنا دايما، إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا. تمام.
السلام. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. مساك شيخنا. هو الطفل الصغير الذي لم يبلغ إذا فعل أفعال حسنة هل تكتب له عند بلوغه؟ ربنا كريم. نعم. طب هل يا شيخنا مثلا لو احنا عاملين مسابقة مثلا قرآن ومثلا لو بناخد أجر رمزي من الأطفال والفائز في المسابقة مسابقة القرآن يأخذ جوائز؟ لا يجوز لكم. الذي لم يفوز لا يأخذ جوائز. لا يجوز لكم. لا يجوز؟ طبعا. نعطي للجميع؟ تعطي الجميع والأولى ما تاخدش منهم فلوس. ولو ما أخذناش ندي الجميع برضه. لو ما أخذش منهم فلوس خلاص أنت حر في فلوسك. تعطي المتفوق تحرم الكسول حاجة شيء يرجع عليك. نعم. جزاك الله خير. وياك حبيبي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخنا العزيز إني أحبك في الله. أحبك الله الذي أحببتنا له. شيخنا الـ 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 أكثر من عمرة في السفرة هل أكون آثم ولا يجوز؟ لا أستطيع أن أقول آثم، غاية ما أقوله أن ذلك لم يرد عن رسول الله عليه الصلاة والسلام صلى الله عليه وسلم. شكرا. مرحبا يا ابن عمر وفقك الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيك يا شيخنا حبيبي. وفيك الله يحفظكم. سؤال يا شيخنا، بالنسبة للشقة اللي هي إيجار، أنا أملك شقة أجرتها، هل عليها زكاة؟ لا، إذا اجتمع من ثمن الإيجارة مبلغ بلغ النصاب وحال عليه الحول يزكى وإلا فلا. السلام عليكم. نعم. السلام عليكم. عليكم السلام. نعم. شيخ عندي سؤالين. اتفضل. السؤال الأول، هل صح النبي صلى الله عليه وسلم حديث يا عائشة إن الله خلق الجنة أهلها خلقهم وهم كأطلال أبائهم وخلق النار أهلها أبائهم؟ ورد في البخاري شيء من هذا، لما مات طفل قالت عائشة طوبى له عصفور من عصافير الجنة فذكر الحديث. بعض العلماء ينتقده على البخاري لعلل، وكما أخبرتك أن البخاري أخرجه. السؤال الثاني يا شيخ، هل أنا بدل بعملة حرام؟ نعم. تبديل العملة بعملة غيرها لا بد أن تكون يدا بيد، هاء وهاء. شكرا. الله يكرمك. قوانين الدولة أنت أعلم. بس السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخنا سؤال آخر. تفضل. هل بالنسبة للدين القديم ومع قلة قيمة العملة الآن كيف لو سدد الأمر؟ يعني اقترضت من شخص من سنة 1000 جنيه. نعم. والآن ارتفعت قيمة الدولار وانخفض الجنيه. نعم. تسدد 1000 جنيه كما اقترضته، وهذا قدر الله عليك. شيخنا هل لي بالزيارة؟ والله يتشرف، كلمني على الخاص وأحدد لك الموعد. خلاص. شكرا. الله يكرمك. الله يسر لك أمرك يا محمد أبو بيه. أمال حجاز بارك الله فيك. أمال حجاز. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيك. المزايدات العلنية لا بأس بها، لا بأس بالمزاد العلني. لا لحظة لحظة، المزايدات العلنية البضاعة حضرة والقيمة حضرة، ولكن يزايد على السعر. ها؟ التزايد على السعر فقط لا يجوز؟ أنا قلت لك يجوز أول ما تكلمت، قلت لك لا يجوز، قلت لك يجوز عفوا. يجوز؟ المزاد العلني جائز. بارك الله فيك يا شيخ. بارك الله فيك يا حامد. مرحبا بالشيخ أحمد الحكيم وفقك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. مصطفى العدوي؟ أيوه مصطفى العدوي.
انا كنت عايز اسال حضرتك سؤال معلش سؤالين اتفضل طول على حضرتك يعني اتفضل اسمع جات عليا فتره كنت ملحد فيها اعوذ بالله ايه ها نعم صوتك انقطع عليا فتره كنت ملحد فيها عملت تاتو عملت ايه عملت تاتو رسمت وشم على ايدي وبس بعد كده رجعت مسلم تاني يعني فالوشم ده عامل فيه ايه خلاص اذا ما استطعت ان تزيله اتركه اكثر من الاستغفار طيب سؤال تاني معلش يا مولانا نعم دلوقتي انا ليا اخت من والدتي بس واختي يعني بتشرب مخدرات ويعني ماشيه في الباطل يعني والدتي منعانا ان حد يكلمها او يبقى ليه حكم عليها وانا الحوار ده تعبني شويه هي متزوجه امك متزوجه واحد تاني موجود معها الان يعني البنت لها اب خلاص الله المستعان لست بمسؤول امام الله عنها الان ما دمت اديت ما عليك لكن انا يعني ليه الحق ان انا اتكلم واعترض ولا ماليش حق من حسنة لان ابوها موجود هتعمل ايه ماليش اتكلم فيما ابوها موجود صح الله يحفظك ماشي يا مولانا شكرا لوقت حضرتك يعني لك ان تتكلم لكن لا تنشي مشكلة كبيرة يعني انصح لك اي ناصح وانا عملت مشكلة انا كلمت حقيقة انا لسه يعني لسه مولع في البيت بصراحة دلوقتي ليه مولع في البيت ليه يعني اتخنقت وزعقت وكسرت مولع يعني حريق يعني ولا مولع في البيت لا 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 زعيق يعني قصدي زعيق أيوة يعني أيوة بصراحة يلا ربنا يبارك فيك ويحفظك ويشكر لك غيرتك على دينك لكن خلي لنفسك حدود الله يسلمك أحبك الله يا يحيى بن سند يا مقدس السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم وعليك السلام ورحمة الله وبركاته فضلت الشيخ مصطفى العدوي ايوه نعم يا حبيبي تنصر حضرتك بس كان عندي سؤالين سلي حبيبي كان بالنسبة للانمي والرسومات الكرتونية هل دي حلال ولا حرام ولو حرام تبقى كمان الالعاب حرام لان ممكن يبقى فيها تشبه بالواقع الرسومات الكرتونية مكروهة 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 يعني البعد عنها اولى ايوه الله ينور عليك الله يبارك فيك السلام عليكم السلام عليكم وعليكم السلام ازي حضرتك يا شيخ الحمد لله الحمد لله معلش يا شيخنا انا عندي سؤال احنا لينا جار يعني بنسمعه كتير بصراحه يعني استغفر الله بيسيب الدين كتير جدا جدا وهو جار جديد يعني ومع ان يعني اولاده في الازهر يعني بس بنستغرب دايما دايما حتى كل كلامه مثلا صوته عالي لدرجه احنا قافلين البيبان وكل شيء وسامعين يعني استغفر الله سب الدين كتير جدا في كل كلامه حتى لو انفعل باي حاجه تلاقيه كده برضه في طريقه كلامه فوالدتي قلت ممكن انا يعني اخبط عليه واقول له وانصحه يعني وكده بس احنا بصراحه يعني انت ولا مين؟ لجارنا ده يعني انت اللي تذهبي يعني تنصحيه لا لا احنا مالناش اخ يعني كلم والدتي اللي قالت هي اللي هتعمل كده لا خلي والدتك يعني تنظر الى حاله اولا هل حاله يفهم الموعظه ويتعظ ولا يسيب لها الدين هي الاخرى تبقى مشكله اكبر ما هو بالظبط ده لا احنا خايفينه يتطول مثلا او يقول مثلا ما كلموا رجل يكلمه افضل منكم شكرا الله يكرمك مرحبا الشيخ ياسر صيام احفظك ربي السلام عليكم عليكم السلام ورحمه الله وبركاته الشيخ مصطفى العدوي ايوه نعم يا حبيبي يا مولانا اتفضل يا حبيبي اللهم صل على بسؤالين بعدين حضرتك سال يا اخي نعم سل سؤالك اللهم صل على النبي عليه الصلاه والسلام دلوقتي احنا كنا في العمره يا مولانا ايوه بعدين طبعا حضرتك دلوقتي عارف الموضوع محدش بيدخل عند الكعبه يعني بتلبس احرام حتى تدخل تصلي وتطوف وانت لست معتمر صح؟ انا لست معتمر الصلاه صحيحه يبقى النظر في الغش اذا كان الحرم فاضي ماشي مش فاضي اسمع ماشي
الصلاة صحيحة. سؤال ثاني مولاي. ايه سؤال اخر مولاي. سأل في اللهم صل على النبي عليه الصلاة والسلام عند المدينة النبوية بنت النبي عليه الصلاة والسلام. عليه الصلاة والسلام. هل يجوز نقول دعاء دخول القرية اللهم نعوذ من شر هذه القرية وشر أهلها وشر ما فيها؟ يجوز لكن الحديث حديث دخول القرية في سنده ضعف. ممكن تبدل يعني ربي أنزلني منزلا مباركا وأنت خير المنزلين كذا يعني ربي أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك. هل يجوز للزوجة أثناء فترة الحج تأخذ أي شيء لمنع العادة الشهرية؟ جوز هذا عدد من العلماء جوزوا أن تتناول المرأة دواء لقطع الحيضة حتى يتسنى لها الطواف وحتى يتسنى لها صيام رمضان. جوز هذا عدد من أهل العلم إن لم يكن مضرا لها. الله يسلمك ديقة عليها. الله يسلمك محمد أبو بيش. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. أنا شغال مصمم في طباعة الملابس. أيوة. وأحيانا برسم معظم الشغل بتاعي برسومات كرتونية وأحيانا أشكال أشخاص على شكل يعني خيالي مش شكل إنسان حقيقي يعني. إذا كنت تصور أشياء تشابه لخلق الله الواقعي يحرم عليك. إذا كنت تصور أشياء أو تصنع أشياء ليس هناك مثلها من خلق الله لا بأس. جزاكم الله خيرا يا شيخ. ونفع الله بك يا محمد. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فضيلة الشيخ. اتفضل الله يحفظكم. استاذن حضرتك كنت عايز حضرتك في فتوى خاصة مش هينفع اسألها على الملأ فاتصلت بحضرتك كتير على الرقم الاخر 83. اسمك ايه؟ مش بجمع خالص. ففي ميعاد معين اتصل بيه او رقم معين اتصل بحضرتك عليه؟ بعد الدرس ان شاء الله كلمني عليه رسالة خطية كده لان الشبكة عندنا متعبة صراحة الايام دي جدا تعبين منها اخر تعب شبكة الفودافون الله يهديهم بس. امين يا رب. يعني اتصل بحضرتك على نفس الرقم الاخر 83 ولا على الرقم الارضي ده؟ لا نعم ارسل رساله على رقم 83. بعت والله مولانا رسائل بعت مع اسمك ايه طيب إيه؟ اسمك ما اسمك؟ هيثم. اكتب هيثم بس ان شاء الله يطلبك. حاضر حاضر. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. يا شيخ سؤالك في حد عليه صيام من ايام يعني فاتت بس مش عارف عدد الايام. زود شويه من على نفسه. زود شويه شك عليك اربعه او خمسه زودي شويه. تمام شيخانه هي مكمله وما زالت لو صامت واحتسبت بعد كده بنيه ان هي سواء كانت قضاء او تطوع عادي ينفع تجمع النيتين؟ هتقول يا رب خلاص لا يعني الاولى تركز على القضاء ويا رب إن كنت أديت ما علي فاجعلها نافلة لي وتقبلها بس. تمام. سؤال شيخنا. نعم. المعصية في رجب مضاعفة والذنب فعلا حديث صحيح ولا ضعيف؟ لا التضعيف لا نستطيعه لكنها أعظم. لكنها أعظم. إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله وما خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فينا أنفسكم. تمام شيخ. الله يبارك فيك. السلام عليكم. عليكم السلام. ازاي حضرتك يا شيخنا؟ الحمد لله بخير. بالله عليك يا شيخنا أنا عايز أسألك على حلفين جوزي حلفوا عليا. الله يسلم يا ربي. انا كنت في مشاكل معاه وبعد كده حلف عليا وقال لي عليا الطلاق التحرام عليا يوم الدين لو نزلتي رحت شفت امك وانا نزلت بعدها بيومين فهل يجوز ان هو يجي عليا ولا اعمل ايه الحل؟ يكفر كفارة يمين ولا يقع طلاقه. يكفر كفارة يمين قد ايه؟ تأكلوا 10 مساكين كل مسكين وجبة واحدة من طعامكم المتوسط ان عجزتم صمتم صام 3 ايام. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. ازيك يا مولانا؟
الحمد لله في نعم، نتقلب في نعم الله، الحمد لله الحمد لله الحمد لله. ربنا يديم نعم عليك يا رب. يا رب عليك وعلى السامعين والسامعات جميعا يا رب. تفضل استفسار صغير يا شيخ مصطفى. صغير، لأن التصغير لا يصغر، استفسار صغير ليس استفسار صغير. تفضل. حاضر. دلوقتي يا شيخ مصطفى الواحد مثلا لو ايه لو غلط وأتى ايه زوجته من دبورها، ما هي كفارته؟ يستغفر الله ويعمل عملا صالحا كبيرا من باب ان الحسنات تذهبن السيئات ولا يعود. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سيدنا جزاك الله عنا خير. وإياكم. كنت بسأل حضرتك يا سيدنا، كان أنا شغال في شركة هي وسيط بين تاجر الجملة وتاجر التجزئة. طيب. الشركة بتاخد 1.25 على الكاش من تاجر الجملة اللي لكل فاتورة بتوصل. في لما الواجهة عايزة تفتح الآجل ان هي تدي للخل السوبر ماركت، يطلب من تاجر الجملة بس هي هتدفع للتاجر والسوبر ماركت يسدد للشركة، بس في زيادة. يعني تعتملوا ايه الان؟ يعني في 3 اطراف، بائع ومشتري وانتم، ماذا تصنعون انتم؟ احنا وسيط، احنا بن السوبر ماركت بيدخل عندنا على البرنامج على التليفون، التاجر بيعرض منتجاته موجودة عندنا، فبيطلب من هنا التاجر يوديله من عندنا من عن طريقنا احنا. طيب يعني انتم سماسرة ولا ايه؟ اه بالظبط كده يا شيخ. ايه بعدين؟ فاحنا بناخد 1.25 على الكاش، لكن الشركة عايزة تعمل اجل هتخلي السوبر ماركت يطلب بس بالاجل على 7 ايام او 14 يوم، بس هتحط زيادة 1.25% و2.5% على 7 ايام او 14 يوم. هل المعاملة دي جائزة؟ المعاملة الاولى انتم تشتروا السلعة من البائع الاصلي وتوزعونها للدكاكين وتأخذوا من نسبتكم، صح؟ احنا ما بنشتريش، احنا بس وسيط، ده بيوصل، التاجر هو اللي بيوصل للسوبر ماركت، مش احنا اللي بنوصل. يعني ما بتدفعوش اي فلوس من عندكم ولا اي حاجة؟ خلاص لا بأس بال 1.25% الأولى الكاش. ايوه الكاش. احنا بقى في الاجل، انتم بتدخلوا في الاجل بشيء تدفع فلوس نيابة عن احد؟ لا، السوبر ماركت هيدينا 1.25%، احنا هندي فلوس، يعني السوبر ماركت هيطلب الفاتورة من التاجر، فالتاجر هيروح يوصل الفاتورة للسوبر ماركت واحنا هندي للتاجر فلوسه، وبعد كده السوبر ماركت يدينا فلوس المنتجات دي مع زيادة. مع زيادة. لا ده حرام، لا ده حرام، لان انتم مش تجار، انتم الان مقرضون وتأخذون القرض مع زيادة الربوية. تمام. سيدنا تصحيح المعاملة بقى ان هم الشركة دي تعمل تصحيح المعاملة بين امرين، انكم تشتروا السلعة وتتملكوها وان كانت طعما تنقلوها الى مكانكم وتعرضوها على المشتري بأية طريقة كانت، آجل أو قسط كما تحبون، بس بعد أن تتملكوها. طب أنا موظف أعمل إيه في الشركة؟ انصح. طب علي ترك العمل؟ هو العمل ده كله عمل الشركة بهذه الطريقة أم في جزء آخر؟ جزء كاش وجزء آجل. الغالب هو كان الشركة كلها بتشتغل في الكاش، بس الوقت الآجل هو اللي بيكسب والشركة بتتجه ليه. والله ينصحهم، لان كده حرام، ابتعد عنهم اذا ما قبلوا اتركهم. جزاك الله خير. وياك وياك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اتفضل. كيف حالك يا شيخ؟ الحمد لله بخير، الحمد لله. الله عليك. ما في شيخ، عندي سؤال. بشتغل في موقع يعني اللي هو مثلا عايز تحجز تذكره طيران، عايز تحجز تكون تأجر عربيه، وبعض الاحيان والموقع اصلا يعني عالمي شغال على بره اكتر، فالفنادق بقى والطيران ساعات بتبقى فيها اللي عارف الخمور والحاجات دي، فهل انا اقسم على حاجه كده ولا لا؟ انت تحجز للناس طيران، لا اسمع عليك. جزاك الله خير. اسف.
السلام عليكم. ألو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخ مصطفى؟ الحمد لله بخير. الحمد لله. احنا بنحبك في الله والله يا شيخ مصطفى. حبك الله الذي أحببتنا فيه. الله يعزك يا رب. بالله عليك بطلب من حضرتك طلب. تفضلي. تدعي لي ابن ربنا يشفيه. الله يعافيه ويعافي أولادنا. عارفة برياضة علاج كيماوي وإشعاع كده، بالله عليك تدعي له ربنا يشفيه. الله يعافيه من عنده، الله يعافيه من عنده. يا رب. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اتفضل شيخنا الحبيب حفظك الله وإياك. اتفضل. عندي سؤالان وطلب. سأل واطلب. السؤال الأول، الآن أنا كنت أستنجي بالماء ثم أمسح بالمنديل للتأكد أن الأثر قد زال. ولكن بعدها شعرت أن هذا من التكلف فأقلعت عن فعل ذلك، فهل فعلي صحيح؟ لا بأس، كله لا بأس به. طيب السؤال الثاني، في درس مشكل الأثار منذ قليل سمعت ما قلته يا شيخ أو ما قلناه مرسل صحابي. أيوة. أنا هل قول مرسل صحابي مقبول لكن مش مرسل صحابي؟ تفضل، يعني إيه اللي أنت، إيه اللي يعني المشكل عندك؟ لا يعني توضيح أكثر بشأن هذه الكلمة. أيوة توضيح أكثر بشأن هذه الكلمة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. سأسوق مثالا أوضح الاختلاف فيه. قالت عائشة رضي الله عنها كما في البخاري، أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤيا الصادقة، فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح، ثم حبب إليه الخلاء فكان يخرج إلى حراء ويتعبد فيه. كلام هذا حصل قبل أن تولد عائشة بخمس سنوات، لأن الكلام هذا في بداية البعثة، والرسول مكث في مكة 13 عاما وفي المدينة 10 سنوات، يعني 23 سنة. عائشة مات الرسول وعندها 18 عاما، يعني الحدث الذي تحكيه عائشة رضي الله عنها كان قبل أن تولد بخمس سنين، أول ما بدأ به رسول الله من الوحي. فكيف ذلك يسمى مرسل صحابي؟ فعائشة إما أن تكون أخذته من رسول الله ولا حكى لها على الموضوع مرة ثانية، أو أخذته من صحابي آخر، لكن مرسل الصحابي مقبول. نعم. بارك الله. طلب يا شيخنا. اتفضل. الآن أنا أريد كتاب الصحيح المسند من فضائل الصحابة، ويا شيخ تستطيع أن توصله لي عن طريق أحد الإخوة ممن يحضرون الدروس أسميه؟ والله يا أخي تحب أن تشرفني تأخذ كتاب هدية، مرحبا وأهلا وسهلا، لا تكلفني فوق طاقتي، أبحث من اللي يجي. أنت الآن تريد كتاب هدية، تشرفني تأخذ الكتاب كتابين، أما أرسل لي كتاب كذا مع فلان الفلاني ما أتحمل الأمانة. شكرا لكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، ربنا يبارك في عمرك يا شيخنا يا رب. وإياك. بعد إذنك يا سيدنا الله يرضى عنك، في واحد أجر حظيرة لمدة عام بمبلغ ما، بعد 6 شهور عاوز يسيب الحظيرة وعايز بقية فلوسه، يأخذ فلوسه ولا نعمل إيه؟ الأمر يرجع إلى صاحب الحظيرة، له أن يتمسك بالعقد وله أن يحله. شكرا، بارك الله فيك شيخ مصطفى الجوهري وغفر الله لنا ولكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، ازيك يا شيخنا؟ الحمد لله، الحمد لله. كنت عايز أسأل حضرتك 3 أسئلة، بحكم البراويز اللي عليها آيات قرآنية. اللي عليها إيه؟ البراويز اللي عليها آيات قرآنية، حكم بيعها. إيه لا بأس. والفلوس اللي منها برضو هتبقى لا بأس. لا بأس، يعني أنت كتبت آية قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، وضعتها في لوحة اشتريها تاجر يضعها في المحل، ما في مشكلة أبدا. تذكير. مظبوط. طب بالنسبة للتأخر عن صلاة السنة عشان الشغل، ما عليك اسم، لكن أجرك ناقص. أجرك ناقص. أيوة.
بارك الله فيك يا شيخ مصطفى الجهر، غفر الله لنا ولك يا شيخ. السلام عليكم. وعليكم السلام. نعم. هل سمي شهر رجب بالأصم؟ نعم. هل سمي شهر رجب بالأصم؟ هل إيه؟ هل سمي شهر رجب بالأصم؟ شهر الأصم؟ آه معلش. لا ما أعرف نص على كده، شهر رجب الأصم لا أعرف له مسند. شكرا. السلام عليكم. عليكم السلام. نعم تفضل يا شيخ، عندي سؤال. تفضل شيخ. اذا علمت ان هناك يعني شاب بيكلم واحده متجوزه، ايوه تمام، فانا يعني اكتم ولا انصحه لله واذكره؟ اعمل ايه يا شيخ؟ انصحه لله، انصحه وذكره بالله وذكرها يا الاخرى. انت ماذا في الغي اخبر اولياء المراه. لو لم يكن بامكان النصيحه يا شيخ، كلف شخصا بامكانه ان ينصح. تمام يا شيخ. لكن ولو ارادوا الخروج لاعدوا له عده. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا الأخ حمدي، مرحبا. كيف حالك يا مولانا؟ الحمد لله. الحمد لله، عفى الله عنك في الدنيا والآخرة. يا رب وإياك. بارك الله فيك. إن الله أذن لي أن أحدث عن ديكن. فتحت موقع كده يقول حسنه الألباني والشيخ مصطفى العدوي في صحيح الأحاديث القدسية. هل هذا كلام صحيح؟ كان صحيح، وبالتدقيق في متن هذا الحديث وجدنا أن الخبر فيه بعض النكارة كمتن، وفي الإسناد من لا يتحمل رواية هذا الخبر. الأخبار التي مثل هذه الغيبيات التي تحمل معاني غريبة هكذا ينبغي أن يكون إسنادها يعني رجاله أقوياء، فلم أرى الرجال يتحملون مثل هذا المتن، والله أعلم يا شيخ حمدي. السؤال الثاني، هل ورد عن عثمان بن عفان عندما كان محاصرا أن أرسل أبياتا إلى علي بن أبي طالب ضمنها استشهد ببيت الشعر، فإن كنت مأكولا فكن أنت آكلي وإلا فأدركني ولما أمزق؟ لا لا لا، الكلام كله لا يثبت أبدا، لم يثبت ولا شعر عبد المطلب في النبي صلى الله عليه وسلم، ابي طالب عفوا. لا انت الان تتكلم عن شعر عثمان ارسله بالشعر العلي. يعني يهيجون الناس على علي بن ابي طالب، وعلي ليس له اي ذنب لا من قريب ولا من بعيد في هذه المساله، بل ارسل ابن على ما يذكر يعني ارسل الحسن يدافع عن عثمان رضي الله عنه. بس اسال، لكن ابي طالب شعره وارد لولا الملامة أو حذارة مثبت لوجدتني سمحا بذلك مبينا. والله ينقلونه لما حققت سنده بالضبط، هو منقول في الكتب، لكن تعرف أننا من أهل الأسانيد يا شيخ حمدي، كل كلمة نتكلم بها لا بد لها من سند صحيح. يعني لعلك تستغرب إذا قلت لك مع شهرة عبد الله بن سبأ حاولت أن أبحث عن أي سند صحيح يذكر قصة عبد الله بن سبأ بالطول الذي يفصله الناس، ما وجدت شيئا إلا حديثا مختصرا في التاريخ للطبري في سنده كذاب، وفي واحد أثر مختصرا عليه في وصف شخص بابن السوداء، فقالوا ابن السوداء هو ابن سبأ، مختصر جدا، لكن كتفاصيل كثير جدا من القصص التي والتواريخ هذه باطلة كثير جدا، لا نعلم لها أسانيد. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازي حضرتك يا شيخ؟ الحمد لله والحمد لله. طيب أنا شيخ كنت عايز أسأل حضرتك، أنا مرة كنت بتشاجر أنا وزوجتي تمام، فانا جيت يعني بخصوص شغلها وكده، فبقول لها يعني انا لو عايز هقدر اعادك من الشغل هقعدك،
فيعني تقول لي انت ما تقدرش انا اقعد اشاور عليك والكلام ده. فانا جيت قلت لها ما تستفزنيش. المهم ايه، قالت لي لا ما تقدرش. فجيت قلت لها طيب يعني انا ما بحبش احلف طلاق، بس عليا الطلاق بالثلاثة، عليا الطلاق بالثلاثة، عليا الطلاق بالثلاثة، انا اقدر اعالج من الشغل تمام. ف يعني في وقت في الوقت ده انا يعني كان عندي افكار في دماغي ما بين يعني بتقول لي طيب ده لو انت ما قدرتش ساعتها هيقع طلاق. وبعد كده انا عزت النفس خدتني شوية، قلت انا لازم اكمل طول ما انا قلت لازم اكمل، ويعني اكمل حلفاني واقول لف وهكذا. يعني ده اللي حدث يعني قلت لي طيب بعد كده. نعم، ماذا قلت بعد ذلك؟ لا ما انا بس ما قلتلاش اكتر من ان انا غير عليا الطلاق بالثلاثه، عدتها ثلاث مرات، انا اقدر اعديك من الشغل بس. لا يقع بذلك طلاق. طب حتى شيخ لو حتى انا كنت شاكك في كلامي، يعني مثلا انت موسوس، انت موسوس، حرام عليك، ارحم نفسك وارحم زوجتك. عليه الطلاق بالثلاثه انا استطيع اجلسك من الشغل. نعم يا شيخ. انت تقول قلت لزوجتك عليك الطلاق بالثلاثه انك تستطيع ان تجلسها من العمل، حصل؟ صح. لا يقع طلاق بذلك، واترك الوساوس. تمام، السلام. بارك الله فيك يا محمود شيبة الحمد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم، جزاك الله خير شيخنا ورفاه. وإياكم تفضل. وإياك تفضل. هل الأم التي تعلم الأم التي ماتت لا تعلم شيئا عن ما يجري في الدنيا، قول الله تعالى في كتاب الكريم أو في شأن المسيح، وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد. في الحديث إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك. خلاص. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. نعم تفضل. لو سمحت يا شيخنا سؤال بس لو سمحت. كان راجل قال له زوجته وانت طالق لو بيتي عند اختك وهي باتت، لكن ده ما كانتش تعرف بحلفان زوجها ده الا بعد يومين، يعني واحده قالت لها، هل يقع الطلاق؟ هي ما وصلها الكلام. لا ما وصلهاش. لا يقع الطلاق بذلك. طب عليك كفاره يا شيخ؟ والله كان في الكفاره يمين احوط له. 10 مساكين يا شيخ؟ نعم. 10 مساكين. اي نعم. نعم الحسن بن علي نستطيع أن نقول أنه من الخلفاء الراشدين رضي الله تعالى عنه. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته شيخنا، ربنا يبارك فيك. ازي حضرتك؟ الحمد لله. سؤال حضرتك، رجل وعنده ولد وبنتين، ولكن بيخشى بعد وفاته أن الولد يضيع حق البنات، فهل لو كتب وصية شرعية تقسيم البيت وممتلكاته فيما بينه وما بين الأولاد يجوز؟ لا وصية لوارث، لا وصية لوارث، إنما الذي يمكنه أن يكتب الأوراق كلها ويحفظها مع شخص ثقة يوزع الناس حقوقهم بعد الموت بالضبط، لأن ممكن يغير في الوصية، لن نسميها وصية الآن، أوراق تحفظ مع أي شخص تثبت لكل شخص حقه بس. لا وصية لوارثين. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. الله يعزك رب، ربنا يعزك وعلى قدرك ونفعتك الأمة يا رب. وإياك تفضل. الإمام في الصلاة يا فندم. نعم نعم. الإمام في الصلاة. أيوه. الإمام في الصلاة عندنا، يصلي الإمام بينا. الإمام في الصلاة عندكم يصلي بكم. التكبيرة بين الصلاة كلها واحدة، يعني ما بيفرقش بين التكبيرة في التحيات والله الركوع، فبعد كده لما يرى التحيات الناس بتقف وراه، يعني أحيانا يفكر إن هي تكبيرة إحرام أو تكبيرة، فبيوقفهم بدل فهم الكلام. فهمت الكلام، فهمت الكلام، انصحوه. طيب يعني هل ده يجوز يعني ان هو يعمل يعني يبقى فيه
هو بقول لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم ما التفصيل ما ورد النبي كان يفعل كذا ولا كذا. ده لهجات يعني مثلا في التشهد الاخير قال الله اكبر يشعر المصلين انها التشهد الاخير. طب والتشهد الاوسط يا مولانا برضه الامر سهل ما تعقدوش الدنيا انتوا الناس اللي عقلها تعبان عندكم. لا اصل والله في اختلاف كتير في المسجد فنحلف والله يا اخي انتوا عقولكم ضعيفه انتم عقولكم ضعيفه بهذه الطريقه. تمام. يعني لما تنشئوا مشكله تمام من اجل هذه المسائل العقول فيها ضعف مسائل اكبر من هذه بكثير. والصحابه رضي الله عنهم نعم اتعددت وجهاتهم فيها بكل ادب تحل المشاكل. نعم عثمان بن عفان صلى الظهر 4 ركعات في منى. نعم وابن مسعود تبعه وقال في النهايه والله لقد صليت خلف رسول الله 2 ركعتين وابي بكر 2 ركعتين وعمر 2 ركعتين في منى. ليت حظي من 4 ركعات 2 ركعتان متقبلتان. نعم فالخلاف شر. خلاف مش كل جزئي يعني خلاف الإخوة يا قوم يا من تستمعون. الإمام إذا جاء في التشهد الأخير عند الجلوس له قل الله أكبر. لا إمامهم يقول الله أكبر فالناس يظنون أنه قام فيقومون. نعم فيحدث بلبلة. نعم استعمال الأول الله أكبر لعدم إحداث البلبلة أولى من إحداث البلبلة بالناس. نعم المفسدة إذا كانت مفسدة ستجعلهم يقومون وهو جالس لأعظم من تغيير اللهجة شيئا ما. الله أكبر. نعم فهمت يعني في سلامك تفهم عبد الرحمن. اللهم سهل أمرنا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم كريم أنت سؤال لو تكرمت اتفضل. وانتشر في الآونة الأخيرة على مواقع التواصل الاجتماعي يعني شاب أو مذيع يصور وهو بيتحدث مع فتاة أو بنت شابة يعني وهو بيصور فيعرض عليها أسئلة دينية ولو جاوبت ممكن يقول لها اقرأ القرآن أو كده فهي تقرأ وده كل ده بينشر على مواقع التواصل الاجتماعي. طيب أشد من كده ينشر على مواصل التواصل الاجتماعي. ادخل على مواقع التواصل ترى بلايا أكثر من كده بكثير. لا في الموضوع الحكم يعني أختك لا تجعلها تخرج بس زوجتك ليست كذلك. السلام عليكم. مرحبا يا أحمد أمير أبو حسين. وعليكم السلام. شكرا ورحمة لك. الله وبركاته. إزي حضرتك يا شيخ؟ الحمد لله. ممكن سؤال يا شيخ؟ اتفضل اتفضل اتفضل. تفضلك الله. لو سمعت يا شيخ لو أنا دلوقتي في صلاة الجماعة وأدركت الصلاة من الركعة الثانية طيب فهل ترتيب الصلاة بعد كده لو أنا مثلا في التشهد الأخير مع الجماعة بقول نصف التشهد الأول كله جائز كله جائز ومثلا وبعد ما أخد الركعة الأخيرة مع نفسي أنا برضو بقرأ الفاتحة بس وصورة من القرآن ولا الفاتحة بس؟ الفاتحة فقط وكله جائز أيضا. ماشي يا شيخ. في سؤال تاني برضو في الصلاة يا شيخ لو أنا يعني بصلي مثلا الصبح قبل شروق بعشر دقايق مثلا يجوز وهل في ذنب كده ولا ايه؟ ليه بتنام كتير ولا لا؟ لا عشان بس شغلي بقوم بدري جدا يعني. يعني انت تترك الجماعة وتصلي الصبح قبل الشروق بعشر دقايق على العموم الصلاة صحيحة وحاضرة لكن اخشى على نفسك من نفاق. أثقل الصلاة على المنافقين صلاة الفجر وصلاة العشاء. والله لو قالوا لك تعال وخذ 1000 جنيه هتجي جرج وتبيت على امك واختك وزوجتك بيصحوك. انا كنت بصلي في وقتها بقالي يوم بس صلاها في وقتها وقران الفجر ان قران الفجر كان مشهودا. والله يسال الملائكه كيف تركتم عبادي مش هيجيزوا كلام يجاوبوا به عليك غير موجود يا رب. لكن يقول الملائكه يقولون تركناهم وهم يصلون واتيناهم وهم يصلون. بارك الله فيك. الله يكرمك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. لو سمعت يا شيخنا كان عندي استفسار ما حكم السفر إلى دول الكفر إيطاليا لماذا ستسافر إلى دول الكفر؟ هذا السؤال. العمل. عمل أي أنواع العمل؟ عمل حلال وفي حفاظ على دينك أو عمل حرام؟ لا عمل حلال. عمل حلال بعيد عن الشهادة في الهندسة.
يعني عمل بعيد عن الفتن، ما بروح يشتغل بالهندسة، يشتغل في مطعم يسقي الفتيات المتبرجات. لا 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 تخصصي. ماشي خلاص، لا بأس لا بأس إذا كنت ستستطيع إقامة دينك هنالك. طيب سؤال تاني بعد إذنك شيخ. سالي حبيب. كنت بصلي إمام تمام، فشكيت في في كلمة وقل ولا فقالوا ماشي، فترددت يعني ما راحش عندي إن فقال ولا وقال، بس يعني غلب علي الأمر واسع الأمر واسع. خلاص قرأت على أي حال، لا تحتاج سجود سهو. طيب جزاك الله خير، الله يسلمك. مش أقول إنك تختار لا، لكن أقول الخطأ هين يعني. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم شيخ، أنا أعتذر وأطلب منك أن تسامحني. الله يسامحنا وإياك، وأنت تسامحنا أيضا، الله يحفظك. جزاكم الله خير. وإياك الله يبارك فيكم. مش عارف إيه الموضوع. هل يجوز وصف المخطوبة للخاطب؟ يجوز إذا كانت نياته الخطوبة، لأنه سيراها، من حقه أن يراها. لكن مثلا ممكن تكون طويلة جدا، قصيرة جدا، مش عارف سوداء سمراء بيضاء كذا، الأوصاف العامة ممكن. لا بأس أن توصف المرأة الخاطب إذا كان بقصد الخطوبة. مصطفى حميدة بارك الله فيك. السلام عليكم. عليكم السلام يا فضيلة الشيخ. تفضل، الله يحفظكم. الله يحفظكم وربنا يرفع قدرك يا رب. إياكم يا رب. كنت بقول لك عايز اسال سؤال يا سيدي. تفضل. هل يجوز اعمل في محل بيبيع سجاير؟ السجاير كل المحل سجاير فقط ولا السجاير نسبة 1%؟ لا هو محل بقالة يا شيخ. بقالة يجوز تعمل فيه، وانصح انه يشتري السجاير. اه. يا سلام. طارق شعبان بارك الله فيك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اتفضل. اتفضلي عفوا. انا كنت عايز اسأل، هو انا علي ذنب ان انا ساكنة في سكن هو يعني احنا كلنا بنات بعيدة عن اهلي وكده؟ مش في مكان محترم ومأمون ولا لا؟ اه مأمون. خلاص الحمد لله. الفتيات اللي معك طيبات ولا متابات؟ طيبات الحمد لله. لا بأس بذلك الحمد لله. كمان يا شيخ معلش، هو لو انا بحفظ قرآن الحمد لله، بس انا ما عنديش معلمات، فانا بحفظ على يد معلم، فاحيانا مشكلة المعلم الامر ان احنا نكون لوحدنا. اعوذ بالله اعوذ بالله اعوذ بالله. بيكون البابين بتوع الغرفة مفتوحين. ابتعد عن الكلام ده يا بنتي. كم عمرك وكم عمره؟ عمري 20، عمره 65. 65 ايضا ابتعد عنه. متهالك ولا متماسك؟ مش عارف. مش عارف. خلاص ابتعد عنه. لا تفعلي هذا. ايه؟ لا تفعلي ذلك. ما تركت بعد فتنة أضر على الرجال من النساء، إياكم والدخول على النساء، اتقوا الدنيا واتقوا النساء. آخر حاجة يا شيخ، طب هو في شرح الحديث إنما الأعمال بالنيات. المهم اسمعي وطيع، ولا بكرة تجلسي معه؟ ايه؟ يعني هتسمعي الكلام ولا غدا مع بعضكم أيضا؟ لا إن شاء الله هغير الموضوع إن شاء الله. جزاك الله كل خير. تفضلي. هو لو أنا عملت عمل خير بعدين افتكرت إن أنا نسيت أنوي النية، فكده خلاص ما ينفعش أنوي بعد ما بدأت فيها؟ لا مأجور إن شاء الله، مأجور إن شاء الله، مأجور إن شاء الله. آمين. آخر حاجة معلش أسفة جدا. تفضلي. هو إيه الأفضل في شرح الحديث؟ هو لحد يعني أنا معلوماتي لحد ما كويسة بس مش كلها تمام. يعني تبحث عن كتاب لشرح الأحاديث؟ في كتب كثيرة شرح الأحاديث. مستواك قوي يعني ولا مستواك ضعيف شوية؟ في أنا فتحت كتاب فتح الباري في شرح البخاري. هو كلام يصعب علي شوية. والله إذا كنت اتجهت الفتح الباري، عندنا كتاب مبسط شوية في شرح الأجزاء الأول من البخاري، نهديه لك هدية إن شاء الله، اسمه النور الساري. إن
وفي كتاب للشيخ محمد بن عثيمين في شرح رياض الصالحين طيب ايضا. شكرا. طب اخذ ازاي كتاب؟ انا موجود، انت اي محرم من محرمك يزورنا او يكلمنا ياتي بالقاهره. انت من القاهره ولا من اي بلد؟ لا من منيا. صيد. شوف والله اتصل بنا على الهاتف الخاص يمكن اجد احد من الطلبه من المنيا ان شاء الله. بهذا القدر اجتزئ حمدا الله مصليا مسلما على رسول الله صلى الله عليه وسلم سائلا الله ان ينتقم من السويديين الذين مزقوا الكتاب العزيز، سائلا الله عز وجل ان ينتقم من الهولنديين الذين مزقوا الكتاب العزيز، عجل يا رب بالانتقام من هؤلاء، عجل يا رب بالانتقام من هؤلاء. والحمد لله انهم لن يضروا الله شيئا ولا يضرون ابدا الا انفسهم، فهؤلاء المجرمون ليست هذه بجديده عليهم، منذ زمن بعيد بين الحين والاخر يفعلون هذه الافعال. فالحمد لله ان رزقنا الله التبرؤ من هؤلاء الكفار فلا يؤمن ابدا شرهم. ونشكر كل هيئه وكل رئيس وكل دولة شجبت هذا الصنيع، نشكر الرؤساء والملوك الذين شجبوا هذا الصنيع الله يجازيهم كل خير، ونشكر الهيئات التي طالبت بمقاطعة هؤلاء المجرمين الأشرار الذين يمزقون كتاب الله عز وجل. نسأل الله سبحانه أن يعجل بالانتقام منهم من هؤلاء الكفار وأن يعجل بزوالهم، والله قادر على أن يسلط بعضهم على بعض، ما ذلك على الله بعزيز. هذا وأوصي نفسي وإخواني بكتاب الله وبسنة رسول الله وبتقوى الله وبالعمل بكتابه وسنة نبيه، بالعمل بكتابه وبسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. هذا وأوصي نفسي وإخواني بتقوى الله سبحانه وتعالى والتمسك بهذا الكتاب العزيز الذي يمزقونه، وبترك هديهم هدي الكفار هؤلاء للأسف نشجبهم ونقلدهم وهم كفرة، عياذا بالله منهم ومن شرورهم. ختاما لا يسعني إلا أن أحمد الله الذي نتقلب في نعمه ليل نهار، فاللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد، أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت ملك السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت قيم السماوات والأرض ومن فيهن، لك الحمد أنت الحق وقولك حق ولقاؤك حق والجنة حق والنار حق والنبيون حق ومحمد صلى الله عليه وسلم حق والساعة حق. اللهم بك آمنا وعليك توكلنا وإليك أنبنا وبك خاصمنا وإليك حاكمنا ولك أسلمنا، فاغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أسرفنا وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم زدنا ولا تنقصنا، وأكرمنا ولا تهنا، وأثرنا ولا تؤثر علينا، وانصرنا على من بغى علينا. اللهم اجعل في قلوبنا نورا وفي ألسنتنا نورا وفي أسماعنا نورا وفي أبصارنا نورا ومن أمامنا نورا ومن خلفنا نورا ومن فوقنا نورا ومن تحتنا نورا وعن أيماننا نورا وعن شمائلنا نورا. اللهم أعظم لنا نورا يا رب العالمين واجعلنا نورا. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربنا إلى حبك.
اللهم مسكنا بالعروة الوثقى حتى نلقاك، اللهم مسكنا بالعروة الوثقى حتى نلقاك، اللهم خذ بأيدينا ونواصينا للبر والتقوى، وتوفنا على كلمتي الإيمان والهدى، وأنت راض عنا يا رب العالمين. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معدنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم ارزقنا يا خير الرازقين، واغفر لنا يا خير الغافرين، وافتح علينا يا خير الفاتحين، وانصرنا يا خير الناصرين، واكرم منازلنا ووسع مداخلنا يا خير المنزلين، احفظنا وارحمنا يا خير حافظا يا أرحم الراحمين، وارفع درجاتنا في عليين يا ذا الفواضل يا ذا المعارج يا ذا الجلال والإكرام. اللهم يا ربنا كن لنا وليا ونصيرا وظهيرا، وكن عنا وكيلا يا رب العالمين. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك، ونعوذ بك من الحور بعد الكور، ونعوذ بك من طواريق الليل والنهار إلا طارقا يطرق بخير يا رحمن يا أرحم الراحمين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا جلها وصغيرها وسرها وعلانيتها يا رب العالمين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين أمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم انصر المسلمين أينما يكونون وحيثما يكونون، وفك أسر أسيرهم، واقض الدين عن مدينهم، واكشف الضر عن متضررهم، واشف مريضهم، وارحم ميتهم يا رب العالمين. ربنا اصرف عنا عذاب جهنم، إن عذابها كان غراما، إنها ساءت مستقرا ومقاما. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، واجعلنا للمتقين إماما. ربنا أوزعنا أن نشكر نعمك التي أنعمت علينا وعلى والدينا، وأن نعمل صالحا ترضاه وأصلح لنا في ذريتنا، إنا تبنا إليك وإنا من المسلمين. اللهم من علينا بالتوبة النصوح وبمغفرة الذنوب وبرحمتك التي وسعت كل شيء، ومن علينا بالتجند لنصرة دينك، ومن علينا بالدعوة إلى الله حتى الممات. اللهم يا ربنا يا كريم، من علينا بصلاحنا وصلاح أزواجنا وذرياتنا وإخواننا وأخواتنا والمسلمين والمسلمات. اللهم يا رب ألف بين قلوب المؤمنين، وأهدهم سبل السلام يا رب العالمين. اللهم من علينا بالرزق الحلال الطيب الواسع يا رب العالمين. اللهم طيب أقوالنا، وحسن أخلاقنا، وأصلح أعمالنا، وأخلص نوايانا، واسلل سخائم قلوبنا يا رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.